قول لي حضرتك بقالك كام سنة بتشتغل في قطر؟ دلوقتي 25 سنة. 25 سنة. مبسوط في ال 25 سنة اللي اشتغلتهم في قطر؟ اه طبعا. مبسوط لأي درجة يعني؟ لا مش مبسوط لأي درجة، هنا السؤال ناقص، يعني مبسوط يعني ايه، ايه قصدك من مبسوط يعني؟ يعني مبسوط بالحياة في قطر بطريقة ال لا لا، الحياة في قطر دي مقسومة على مرحلتين ال 25 سنة دول، لان في فتره انا عشت فيهم في قلب البلد من جوه، والنص الفتره ديت انا عايشه في البحر، فانا معاملاتي كلها بقطر اصبحت ان انا بنزل من طياره، بركب هليكوبتر، بروح شغلي، بنزل على مصر مباشره، فالمعاملات حتى في الشارع نفسه كشارع قطري فانت بقيت بعيد عنها. لكن في البدايه قبل كده، كان قبل عمليه التطور بقى قطر والحياه اللي هم عايشينها حاليا بالنسبه للتطور العمراني، التطور الاجتماعي، المجتمع اللي حصل اللي فيه، فده انا ما عشتوش قوي لان انا كل شغلي بره في البحر. تفتكر في كم مصري بيشتغل في قطر؟ والله يقال والله اعلم ان هم حوالي 200,000. 200,000 مصري بيشتغلوا في قطر. ايه اكتر حاجه مميزه ممكن اي مصري يلاحظها في قطر؟ بالنسبه للمعالم ولا بالنسبه للمعاملات؟ بالنسبه للمعاملات، بالنسبه للحياه اليوميه. بالنسبه للمعاملات عاديه جدا، من اول ما تدخل المطار بتعرف ان انت في بلد فيها ترحاب. على فكره الشعب القطري كشعب قطري شعب يعني ودود جدا، شعب طيب جدا، شعب عشري قوي قوي قوي، وخاصه لو حبك. تمام، يعني انت فاهم الحته دي انا عايشها وحاسسها وعارفها، لان ليا اصحاب فيهم بتعامل معاهم يعني عارفها. طيب تفتكر ليه المشاكل بين مصر وقطر وصلت للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي؟ لا مشاكل، بص هقول لك على حاجه، في لما نيجي نقول مشاكل ما بين مصر وقطر، فجاه بص عليه او ارجع تاريخيا يعني، واخد بالك، انا بالنسبه لقطر كدوله تعتبر دولة ناشئة، في لو احنا اتكلمنا من سنة 70 لغاية النهاردة، قطر النهضة بتاعتها بدأت من امتى؟ بدأت من سنة 90. تمام، بعد سنة 90 نهضتها كنهضة كشارع كشعب كده. لكن اللي بيحصل في الإعلام، إن لما بيتكلم مثلا، هي الممارسات الإعلامية الموجودة هنا، يعني بلاحظ ناس كتير جدا بتتكلم مثلا ما بتبقاش فاهمة الحياة أو طبيعة الحياة في قطر إيه، أو طبيعة المواطن القطري إيه. أنا ماليش دعوة بالحكومات، أنا الحكومات دي بتتعامل معاملات أنا ماليش دعوة بيها. يعني يوم ما اكون انا مواطن وابتدي التعامل بتاعي تعامل حكومات، فانا ما لا في تعامل مواطنين، تعامل المجتمع ده يختلف عن تعامل السياسه تماما. من ناحيه سياسيه هو كشعب ما لهمش دعوه بالسياسه، ما بيتكلموش في السياسه. طيب هو الواضح للدنيا كلها ان العلاقات المصريه القطريه في أسوأ حالاتها، خصوصا بعد 30 يونيو. لا لا، اقول لك على حاجه، ما تقوليش في أسوأ حالاتها لسبب بسيط جدا. من 3 اشهر مثلا نيجي نشوف، تعال نشوف عدد المصريين اللي دخلوا قطر كام بقى؟ عمل انا عن نفسي، عن نفسي في 4 انا اعرفهم معرفه شخصيه، في ناس دخلت زياره وطلعت، في ناس موجوده حاليا في الزياره. فلما اجي لما اجي اتكلم عن سوق علاقات، اذا انا امنع دخول عماله او ابتدي اتعامل، لا احنا بالعكس، العماله الموجوده بتتعامل معامله زيها زي القطري الموجود، خاصه في المصانع الحكوميه. يحكمك قانون مش 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 اهواء، بتختلف شويه في الشركات بس برضه في حقوق بتتاخد. يعني بالنسبه للعمل، سوق العمل او كوزاره عمل او كمؤسسه عماليه، لا موجوده في العامل اللي حقه. لكن ليه نختلف مثلا اللي بيجي يشتكي؟ طب ده معظمه بيبقى مش رايح على شغل، بيبقى مثلا طالع فيزا مثلا معينه تبع شركه تبع حد، فبيطلع فبيبتدي يشتغل بعيد عن الشركه او عن بعيد عن المجال اللي هو جاي عليه اساسا، فده اللي بيعاني لانه بيقابل حاجات كتيره جدا استغلالا لوضعه. طيب هسألك السؤال بصيغة أخرى. الأسبوع اللي فات حصلت مظاهرة من بعض أفراد الشعب المصري أمام السفارة القطرية تطالب بطرد السفير القطري من مصر. هنا في مصر؟ هنا في مصر. ده تأثير المظاهرة دي عليكم إيه كان في قطر؟ لا واعيين جدا وفاهمين جدا إن التظاهرات والحاجات دي بتبقى في حاجات موجهة، هم فاهمين ده كويس أوي. اها، ده مش ده العادي، ده المواطن العادي بيقول لك دي حاجات موجهه. حتى الفيديوهات بتاعت عكاشه، فيديوهات احمد موسى، كل ده هم عارفين كويس جدا ان في اعلام موجه، لان هو بيتعامل. هو اقول لك على حاجه، يعني في منطقه بحاله مثلا 90% من الامهات فيها مصريات، عائله يعني مصريات، في زي ما بيقولوا مدينه داخل محافظه الجيزه نصهم مولودين في قطر. تبص تلاقي القطري ام مصريه من نفس المدينه ومعروفه جدا الاسم، فالنسبه عاليه جدا. هم فاهمين كويس جدا على فكره، فاهمين اكتر مني ومن اي حد تاني الوضع، يعني هو ممكن يكلمك في وضعك اكتر ما انت تتكلم فيه، يعني هو فاهم مشاكلك اكتر في يعني. مازال انا مثلا باجي بنزل، لما اجي انزل في الطياره انا بحسبها ازاي؟ بشوف عدد القطريين نازلين قد ايه، بشوف عدد القطريين مسافرين معايا قد ايه. تمام، فانا مش كده خالص. بتلاقي قطريين معاك في الطياره وانت جاي؟ في ناس كتير جدا.
جدا بتسأل، في ناس كتير جدا بتبقى عايزة تنزل علاج، في ناس بتبقى في طلبة موجودين وبيسألوا المشاكل دي فين، الأحداث دي بقى هل بتأثر، هل المناطق، فهم عارفين في مناطق معينة بتبقى فيها دوشة هم مش موجودين فيها، هم متمركزين تبلي مثلا في منطقة المهندسين، في منطقة مصريين، في الأماكن اللي هم عارفين كويس جدا، يعني هم فاهمينها كويس جدا. لما حد قطري بيتكلم معاك وبيسألك، بيسألك في إيه؟ لا هو بص اقول لك على حاجه، 90% من 90% من الكلام كله، ودي كلمتهم تملي، الله يهدي الحال، يعني الله يهدي الحال دي 90، يعني بص معظم كلامهم يقول لك الله يهدي الحال، الله يرجع الحال، فاهم؟ يعني هو بيدعي لك، هو عايزك تبقى حالك، عارف ليه؟ برضه هقول لك ليه، لانه حاسس ان ده مكانه من الناحيه التعليميه، هو مكانه تمام، من الناحيه المجتمعيه كمعاملات وكعيشه وكبلد، هم بيبقوا مطمئن جدا نازل فيه، عنده اطمئنان عن اي بلد تاني، يعني بيقول لك انا لما انزل مصر ببقى مطمئن، فمبقاش مختلف، يعني ما عندوش حته الخوف بمعنى اصح، ما بيخافش، يعني تيجي تكلمه تقول له انت مثلا ايا كان اي قطر عربي تاني، زي خليني اقول مثلا المغرب مع احترامي التام طبعا، فيجي يقول لك لا في معاملات تختلف عن المصريين، عن معاملتنا في مصر، لما تيجي تقول له تروح تركيا يقول لك لا ما اقدرش اخرج لان في اماكن كذا، هم بيلفوا ففاهمين كويس جدا. اها يعني نقدر نلخص حوار حضرتك ان العلاقات المصريه القطريه في حالتها الطبيعيه، خصوصا العلاقات بين الشعبين، علاقه الشعوب كشعب، علاقه الشارع مش متاثره تماما باللي بنشوفه في الاعلام، لكن انا ممكن اخاطب الاعلام اقول ايه؟ اقول يعني يا ريت يعني بس حد يعني يحط النقطه دي قدامه، ان في عماله مصريه موجوده، في ناس على رايهم هم عندهم كلمه يقول لك دي ناس جايه تترزق الله، يعني هو بص الموضوع بالنسبه له ايه؟ مش انا اللي بديله، ده الراجل ربنا مديله رزق هنا، يعني بصوا للناس دي، بصوا للعماله الموجوده، العماله الموجوده دي ممكن تتاثر في يوم من الايام زي ما اتاثرت قبل كده من حوالي 10 سنين. اتأثرت بس هم وعوا الدرس تماما، يعني استفادوا منه تماما، يعني اللي حصل في بداية تولي حمد بن جاسم، حمد بن خليفة الأمير السابق، كان حصلت المشكلة فحصل فيها التفنيشات والكلام ده، هم وعوا الدرس تماما، قال لك الشعوب مالهاش علاقة بالسياسة، ده اللي حصل حاليا، وهم انا بقول لك تاني هم كشعب قطر عادي، هم ما بيتكلموش في السياسة، السياسة بالنسبة له ما بيتكلمش فيها، مش ما عندوش اهتمام سياسي بمعنى صح، اهتمامه عارف ايه؟ اقول لك حاجه، 90% الاهتمام ايه دلوقتي؟ باللي بيحصل في مصر، مش اللي بيحصل في سوريا، مش اللي بيحصل في ليبيا، مش اللي بيحصل في تونس، لا بيقول لك ايه اللي بيحصل في مصر. لان هو شايف ان هو نفسه بيقول لك لو مصر قامت كلنا معاها، مصر دي لو وقعت كلنا هنقع، هم ده كلامهم، الشباب الصغير بيتكلم كده. يعني عنده القوميه مثلا، البعد القومي عنده يعني فعلا موجود وموجود، يعني عارف بفهم، مش موجود مجرد ان هو بيتكلم كده، لا. انت انا لما بنزل مثلا مطار هم نفسيهم بيسالوه ايه الاخبار؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله، يعني هم الناس فاهمه كويس جدا. اخر سؤال لحضرتك، انا شايف صباعك متعص حبر فسفوري، انت رحت الاستفتاء النهارده الصبح وصوتت بنعم ام بلا؟ كنت ثالث واحد في اللجنه. ايوه صوتت بنعم ام بلا؟ لا نعم او لا، دي انا ذهبت لاقول نعم للدستور. ذهبت لتقول نعم للدستور. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا.